عبد الله، كل إنسان له شخص قدوة، منو قدوتك؟ قبل ما أتكلم عن قدوتي أتكلم عن صديق، عن معلم، عن أخ رباني علمني، كان يوقف وياي في وايد مجالات، فكان هو بمثابة الحافز الأكبر لي أنا. أكيد بيكون هذا الوالد. إذا بنتكلم عن إنجازاته ما أظني بخلص. جدي مثابر، إنسان يحب يزور أرحامه، شخص دائما يذكرونه بالخير، دائما يمدحونه. أنت ما بتحس إنك تبغى تستوي نفسه؟ بالفعل قدوة، وأتمنى أني أمشي على خطاه وأني أوصل للي هو وصل له.